السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على المحلويات الشرقية عند الشيف عبد المصري. واللي ما دقش الحلويات الشرقية يجي يدوق عندنا كنافة بالفستق وباللوز وبالأكاجو وبقلاوة بالأكاجو وبالجرجاع. وأهلا وسهلا بالإخوة المغاربة وبأهل العرائش. كيف استجدتك العرائش خيري؟ العرائش جميلة جدا، عجبتني. كم سنة أنت مرتبط بمدينة العرائش؟ أنا مرتبط من 2010. نعم، إذن 10 سنوات. بس أنا يعني قعدت سنة 2010 وبعدين لسه جاي بقالي 4 أشهر. نعم. وهذه الحلوى يعني منين؟ يعني المساقات ديالها منين؟ دي حلويات من مصنع ديالنا في طنجة. نعم. مصنع على اعلى مستوى. نعم. والحمد لله عندك زبائن. الحمد لله الحمد لله، وعندي زبائن وكليان بيجوا مخصوص وبيحبوا الحلويات الشرقيه دي. وان شاء الله في شهر رمضان هنعمل تخفيضات في الاسعار مع كميه. إذن تكون عندك واحد يعني الثمن هيكون مناسب. مناسب باش يقتني منك الحلويات في رمضان ان شاء الله. تبع الكميه يعني. نعم. كل ما الكميه بتبقى كبيره كل ما السعر بيبقى طايح. وفقك الله اخي عبد الحميد، والله جبتيسي. الله يكرمك الله يكرمك اخي محمد. الاخوه المصريين عندنا عزاز. الله يكرمك. كنت والاخوه المغاربه عزاز عليا والله العظيم. كما يقول حافظ ابراهيم، مصر امنا حقها وجب، ما أنيلها ينبت العجب بين أمنا والعلا. طب الأستاذ عادل لسه. الأستاذ عادل صديق الوسط العراقي. ماشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.